باسمكم جميعا نرحب بضيفة هذه الفقرة الأستاذ رشيد عبد القادر. حديث عن العلاج والدعم النفسي للمرضى اللي عنده دور كبير جدا في أنه يساهم في استجابة المريض للعلاج. مرحب بك أستاذ رشيدة في هذه الفقرة وحديث عن هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم دوما إن شاء الله بالخير والسلامة. سعيدة أني أكون بينكم من جديد وأطل على السادة المشاهدين عبر قناة طيب الفضائية، وإن شاء الله كل إن شاء الله الجميع دائما في صحة وعافية إن شاء الله بإذن الله. أستاذ رشيدة نبدأ معاك خلينا نتعرف أصلا على أصل الموضوع، على الإرشاد النفسي للمرضى. في ظاهر ومعروف، لكن أنتوا ناس العلاج النفسي اللي عندكم ما وراء هذا العنوان يعني. أيوة حقيقة في كثير من الأمراض بتحتاج لأنه الشخص يكون أكثر قوة وصلابة عشان يقدر يتفاعل معاها يعني، أو يتقبلها أو يرضى بوجودها، نسبة لأنها هي بتغير فيه كثير من القدرات والإمكانيات الشخصية بالنسبة له عشان يقدر يؤدي بعض المهام الموجودة في الحياة الموكلة له. الإنسان بطبيعته في الحياة هو عبارة عن كائن يؤثر ويتأثر بالمجتمع الموجود من حوله، ودي حقيقة لازم الناس كلها تسلم بها. يعني المرض نفسه هو برضو بيجي نتيجة للتداخل بين عوامل خارجية وأخرى داخلية بتأدي في النهاية للمرض. عشان كده المريض دائما بيحتاج لنوع بشكل عمومي يعني المرض العام. يعني احنا مع انه في بعض الامراض اللي هي المزمنة هي اللي بتحتاج لانه نوجه للاشخاص المصابين بها الكثير من الدعم يعني عشان يقدروا يتغلبوا عليها، زي الامراض المزمنة زي السكري، السرطان، الايدز، الضغط الدم، الحاجات دي. لكن أنا شايفة إنه الكثير من الأمراض حتى غير الحاجات دي، غير الأمراض المزمنة المعروفة دي، هي بتكون نتيجة فعلا للتداخل بين العوامل الخارجية اللي هي ظروف الإنسان اللي بيعيشها في الحياة بين الناس والأشخاص اللي هي ممكن تكون أثرت عليه. وبالتالي الإنسان هو عبارة عن إفراز برضو للهرمونات، الغدد دي بتتأثر بسلوك أو مشاعر الإنسان اللي بتحصل له، يعني حزن، فرح، الحاجات دي كلها الحاجات اللي ممكن تأثر عليه يعني من المجتمع من الخارج. تأثير الإنسان بالعوامل الخارجية دي بتؤدي لحدوث اضطراب في الغدد اللي هي بتزيد أو تنقص من كمية الهرمونات اللي بتفرزها. يعني الخلل اللي بيحصل في إفراز هذه الهرمونات بيؤدي لأنه هو الإنسان ذاته بتتغير، عواطفه بتتغير، مشاعره بتتغير، ردود أفعاله تجاه الأمور بتتغير، بيصل مرات درجة من الحزن، درجة ممكن الكآبة. الحياة دي كلها بتكون نتيجة لحدوث بعض الاضطرابات الداخلية يعني اللي هي نتيجة تأثره بعوامل خارجية اللي هي علاقته الموجودة بين الناس، سواء كان حزن أو فرح أو غيره. يعني نرفز الحاجات دي كلها بتؤثر على الجهاز العصبي وبتؤثر على الغدد وإفراز الهرمونات. جميل. طيب الدعم النفسي ده هل كل العلاج بيكون مثلا موجود في العيادة، ولا كمان برضو نحن محتاجين نثقف الأسرة في البيت إنه كيف يتعاملوا ويدعموا كمان، لأنه قاعد المريض في البيت كمان برضو زمن طويل يعني، هم بيجوا العيادة بجلسات بتاخذ كم تقريبا يعني؟ جلسات العلاج بتاخذ كم؟ والله بتتوقف على حسب درجة الاضطراب. مثلا من كم لكم الجلسة؟ يعني 40 دقيقة كده، انه في يعني من نص ساعة نقول لساعة. أيوة. ممكن أيوة. يعني 40 دقيقة هي مناسبة جدا. طيب. للجلسات قولي ساعة، ساعة محتاجين كمان في البيت لسه باقي 23 ساعة يعني. أيوة. اليوم يعني ده بكون في البيت مع الأسرة وهم المفروض يمتلكوا يعني بعض المهارات. الأسرة محتاجة لوعي في انه كيف تقدر فعلا. حقيقة مش الأسرة كمان، المجتمع ككل محتاج لأنه يوعى للحاجة دي صراحة. ليه؟ لأنه الإنسان أصلا من المستحيل أنه يعيش بمعزل
بمعزل عن العالم الخارجي، لأنه دي حاجة من حاجات الإنسان الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر به، يعني إنه نعم. هو محتاج لحاجات أساسية داخلية، محتاج لحاجات أساسية خارجية، محتاج للإحساس بالأمان، محتاج لعلاقته الاجتماعية، محتاج للحب، الشعور بالحب، محتاج لاحتياجاته اللي هي من غذاء، من لبس، من كده. ده بدينا يعني تأكيد على إنه الإنسان هو لا يستطيع أن يعيش إذا كان طبيعي، هو لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالم الخارجي. وإحنا لازم نعرف حقيقة إنه العالم الخارجي نفسه فيه كثير من الأمور وكثير من المشكلات وكثير من الأمراض اللي ممكن تصيبه. الدرجة بتاعة تعافيه منها بتعتمد على مدى امتلاكه للمعلومات، بعده عن الجهل بالمشكلة دي. دي بالتأكيد إنها بتساعده مساعدة كبيرة في إنه هو يساعد الأشخاص الآخرين على إنه يتعافوا من كثير طبعا. من الأمراض. جميل. يعني. طيب عمرو بيسأل الساعة بكم؟ ما أعرف محتاج هو ولا عمرو السيد؟ الساعة بالنسبة؟ غالي ولا كده بسيطة ولا؟ والله ما دائما. ما بتعمل تخفيض لعامر ده؟ مجاني يا عامر، ما في مشكلة. ما في مشكلة. يعني كمان برضو في 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 دعم، يعني طالما هي نحن والله بنوعد المشاهدين أول مكالمة تخش علينا إذا في حالة نحول لكم مجان إن شاء الله. بالتأكيد ما في مشكلة. طيب نحن سعيدين كمان بكل الناس اللي بتواصلوا معنا، نذكر برقم التواصل لكل الناس اللي حابين وأول مشاركة معنا، إن شاء الله تكون في العيادة مجانية. الله يدعم حفيز كويس. ما أعرف عامل يذكر يتصل ويقول أنا أول مشاركة. ما في مشكلة. 0383 84 99 و 0383 47 77 قوى التواصل بيننا وبينكم. وحديث عن الدعم النفسي والاجتماعي المفترض يكون موجه لمريض بيعاني من واحدة من الأمراض المزمنة، محتاج لأنه نفسيا يستقر عشان بعد ذاك العلاج كمان يدي مفعول. صحيح. طيب أستاذ رشيدة، في سؤال بيطرح نفسه، يعني ذكرت إنه الإنسان بيؤثر ويتأثر أيوة. بمن حوله. أيوة. لو جينا ونظرنا للمجتمع تحديدا في تعامله مع المريض، يعني الشفقة الشديدة، بتلقى حتى أحيانا الأشياء اللي بيقول لهم الطبيب وأحيانا ما داير المريض يسمعها بيقولوها له، قد تؤثر سلبيا على المريض وحالته تزيد أسوأ من الأول. أيوة. فنحن محتاجين لوعي في الجانب ده يعني. طبعا احنا عشان كده بنقول الدعم النفسي والاجتماعي. الدعم النفسي والاجتماعي، المشاكل النفسية والمشاكل الجسدية اللي بتحصل للإنسان هي بتكون نتيجة وجود آثار نفسية واجتماعية. الآثار الاجتماعية دي بتكون الناتجة عن علاقته مع الأفراد الآخرين، ده التأثير بتاعنا كمان، اللي هي بتسبب كمان الضغط النفسي للفرد أو عشان هو نفسيا بيقوم يتفاعل معاها، فبتأثر في نفسيته، فبيصحل لنا تاني الأعراض النفسية اللي هي ممكن يتسبب المجتمع في إنه خلوه يقلق، يتوتر، يصاب حتى بالاكتئاب، يكون في تفاقم للمرض يعني. وفي مشكلة إحنا بنعايشها، يعني حتى في مجتمعنا إحنا بنعايشها، إنه مجتمعنا أفكاره ما إيجابية يعني للأسف. فأنت ممكن تصحى كده من الصباح ممكن تكون كويس ما عندك حاجة، لكن أول شخص يلاقيك ويقول لك يا سلام يا سلام، أنت مالك الليلة، وشك شاحب وعيونك كده. إذا كان عيان انتهيت كله كله. أيوة. معناته خلاص حتموت أنت قريب معك. وإذا كنت ما عيان حتعيا. فعلا حتعيا. ليه؟ خاصة كمان في أشخاص إحنا المفروض نخط في بالنا كلام زي ده، يعني إنه في أشخاص كمان عندهم قابلية للإيحاء، يعني اللي هم الأشخاص اللي سريع بيستجيبوا للكلام اللي انت بتقوله. صحيح. طب خلينا نجي في الإيحاء يا أستاذ رشيدة، معنا أخونا أحمد على خط الهاتف، ناخذ المكالمة ونرجع نواصل الحوار. مرحبا أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ تمام؟ تحية الصحة والعافية إن شاء الله. الله يهديك العافية، تفضل. أسعد الله صباحكم، تحية للأستاذة رشيدة. صباحك، الله يخليك، يديك العافية. تسلم إن شاء الله، والله حديث جميل، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي بالنسبة للمرضى يعني مهم. الله يهديك العافية. عندنا يعني الناس بيقول إنه دائما علاج المرض النفسي أهم من المرض العادي. صحيح. دائما حالة الإنسان يكون متعافي يعني نفسيا واجتماعيا بيكون العبء يمكن يقدر يعني فيها أشياء كثيرة يساعده عشان هو يقدر يتعايش في المجتمع، لكن حالة يكون مرض يعني نفسي
فدي مسألة يعني كبيرة. والله يعني حييكم على برنامجكم الجميل. الله يهديك العافية. أنا لدي بعض يعني الاستفسارات. نحن نقول إنه أهم حاجة يعني تجديد نفسي إن إحنا دارين نقدم الدعم للمريض، أهم حاجة اللي هم الأطباء. يعني أول يوم بيجوا للمريض هو دائما بيكون الطبيب. نحن نتمنى أن أي طبيب إخواننا يقدم يعني دعم للمريض ده. يعني يبسم معاه وما يكون دول زي ما أقول عبوس. يعني في بعض الأطباء بيكونوا حازمين. دي مشكلة. نتمنى أن الأطباء إن إخواننا يكونوا ناس مرضيين ويكونوا ناس رفيقين مع المرضى. صحيح. لأن ده أول دول بيجابي. عشان كده فأنا داري نشوف إنه هل يعني عبوس المريض عبوس الدكتور ده هل عنده يعني تأثير بصحة المريض؟ جميل. أيوة. التوضيح الثاني في مسألة نوعية المرض، يعني في دكاترة إحنا نكون عشان نقدم للمريض ده يعني نكون صريحين معاه ونوضح له نوعية المرض ونوضح له فترة علاجه وكده، ولا نقول مثلا ده الكلام ده نخليه مثلا لأهل في بعض في بعض العيادات ما بيكلموه حتى ما بيوروه عنده شنو. نعم. ما بكون عارف. يعني احنا دارين انه هل عنده تاثير برضه على صحه المريض عشان احنا يحصل الشفاء بصوره عاجله، ممكن نوضح له يعني. تمام. شكرا يا حمد. طيب معنا برضه اتصال. حنان عمر من مدني. حنان السلام عليكم. حنان انا بحييكم وبحيي الدكتوره. الله يديك العافيه. مرحبا بك يا حنان. ها مدني كيف عندكم امطار؟ والله المطر وقعت من الساعة 2 صباحا سكتت حتى دي. امطار خير وبركة ان شاء الله. الحمد لله. لكن ما حدا يضطر الراي وحاجة. الحمد لله. الحمد لله. تفضلي. الحمد لله. يلا بالنسبة للمرض النفسي ده يعني في ناس بالمناسبة يعني ما بده مرضه ده للمرض النفسي بخافه. المفروض يعني المرض النفسي ده ليه زي كل الأمراض. يعني ودي يعني بعجو عشان المرض ما يتفاهم يبقى له هايبر يبقى له في حاجة تانية. تمام. الحاجة التانية يعني عملوا معاملة كويسة وعملوا معاملة طيبة ورفعوا من معنوياته، ما يقول لك كلام تبيت السوق بعدك، ما يقول لك كلام انت كيف تاني ما فيه. الناس بعد ما يتعالجوا هم كويسين بقول لهم كلام يعني بنتكسوا. الحاجة التالتة ما يعايروا، يعني حتى لو كان دار الزوج لو دار يقرب اي حاجة ما يعايروا يقول له يعني انك انت كنت مجنون وكنت كذي الحاجات الزي دي ما يقولها لهم. عشان انا نفسي ناس كنتها سيفان اي انسان مريض نفسي بعيروا بالحاجات الزي دي وبرجع بينتجد وبرجع بيبقى اسوأ من اول. جميل. عشان المجتمع ما بيرحم الانسان اللي عنده مرض نفسي. والحاجة التالتة والهم على كذي المرض ما يدسوا عشان لانه يعني ده امتحان من ربنا. يعني ربنا اذا كان احب عبده ابتلاه. يعني الناس ما تدفع مرض ولا حاجة عشان لانه يعني المجتمع في الاول وفي الاخر ما درحم. لكن انا سؤالي للدكتورة، الانسان لما يكون مرض نفسي ولا من يجلسوا في البيت ولا من عيره، يعني انا دركت الجرعة للناس أدرسوا المرض وما بدو يعني مرضوا للدكتور وبدو للشيوخ. الشيوخ صحيح أن إحنا ما عندنا فيهم كلام، يعني ده يعني بيصبر بيشحطوا ربنا بيعاجيهم وبعاجيهم يا الله. لكن برضو في مرض بحق الطلب إنك أنت تمشي للدكتور. درجة الجرعة للناس أدرسوا المرض من الناس. جميل. الحاجة الأول والآخر بالسوء. والحاجة الثالثة والأهم على كده بيعايروا على إنك أنت كنت مريض وكنت مجنون. واضح سؤالك. شكرا. واضح وإن شاء الله أستاذة رشيدة تجيب على كل أسئلتك. شكرا حنان عمر من مدني. شكرا جزيلا. حمد تكلم عن عدد من النقاط ذكر فيها إنه الطبيب بذاته محتاج لوعي حتى او مش محتاج لوعي، محتاج لانه يدعم المريض نفسيا الدعم الايجابي. صح. وده قد للاسف الشديد يفتقده كثير من الاطباء. يعني انا اذكر قصه من القصص، ذكر لي احد الناس المشوا للطبيب فقال لي شكله شاف الفحوصات قدامه اداه ايماءات سلبيه للمريض ده وقال لي لا حول ولا قوه الا بالله. فهو بيذكر لي انه انا احبط احباط شديد يعني. فالمساله دي يعني رده الفعل السلبيه من الطبيب فيها اثر نفسي سلبي كبير على المريض. بالتأكيد. يعني أصلا المريض إحنا خلينا نكون فاهمين حاجة، يعني كلنا إحنا لما نمشي للطبيب بنكون خاتين احتمالات.
وغير كده بنكون متوترين شوية ممكن من انه تظهر حاجة، وده بيعتمد على شخصياتنا احنا ذاتنا وعلى توقعاتنا اللي احنا خدتناها في ذهننا. يعني مفترض انه الطبيب يكون اكثر حنكة واكثر يعني امتلاكا للاساليب اللي ممكن انه يتوجه بها للشخص المريض لتبليغه، يعني انه اذا كان عنده مرض مثلا صعب شوية. دي حاجة بالتأكيد لازم انه هو المريض يكون واعي لها جدا، الطبيب يكون واعي لها جدا يعني. وممكن يكون الطبيب يستشف من خلال شخصية المريض، يعني في الزمن البسيط ده لو كان بيمتاز عنده حين كان الطبيب يعني وكده انه قادر يستشف شخصية المريض، فهو بيحدد ذاته كيفية تبليغ المريض بالمرض الموجود عنده يعني. فدي مهارة المفروض يمتلكها كل مريض يعني، وغير كده انه هي دي رسالة انسانية يعني، انت انسان شخص قدامك وكده انت كيف تقدر تبلغه رسالة او خبر يعني يكون مؤثر شوية او قاسي شوية. طيب نفسيا ممكن لما يكلموه، وطبعا الطريقة اللي بيكلموه بها ذاته بتأثر زي ما ذكر محمد صحيح. صحيح. صحيح انه الايحاء ممكن يكون سلبي ممكن يكون يعني بعد ذلك ايجابي، قادر يدعم الموقف، المريض يتقبل المسألة ويستجيب بعد ذلك للعلاجات. أيوة. يعني نفسيا قد محتاج لعلاج نفسي بعد ذلك يدوه العلاج الحقيقي غير الطبية اللي ممكن عضويا تقدر تعمل تأثيره كده. لما يعرف المسألة دي برأيك يعني بتدعم علاج المريض ولا كمان من الأفضل بعض الأمراض إنه عشان بس العلاج في المرحلة الأولى يستجيب له المريض مفترض ما يكلمه؟ أنت معاي إنه يخبر المريض ولا في وقت معين مفترض ما يتكلم معه؟ طيب إحنا كده معناته بنتكلم عن أمراض محددة اللي هي الأمراض اللي فيها إنه الشخص بيعمل على إعادة ترتيب حياته من أول وجديد، لأنها هي بتكون إنها هي بتحتاج كده فعلا. طيب. مثلا زي الأمراض المزمنة، يعني مثلا لما نجي نبلغ شخص إنه مصاب بالسكري، نجي نبلغ إنه مصاب بالفشل الكلوي، نبلغ شخص إنه مصاب بالسرطان، مصاب بالإيدز، مصاب بالأمراض المزمنة اللي حتكون مرافقة على طول، محتاج علاجات مستمرة ومحتاج علاج. أنا مع إنه يبلغ المريض تمام، إنه المريض لازم يعرف ليه، عشان هو محتاج أصلا إنه يمتلك استراتيجية ونظام جديد عشان يقدر يحافظ على حياته، خاصة في موضوع السكري والضغط وغيره، محتاج نظام غذائي معين وكده. أيوة كدا؟ عشان كده الأمراض دي بالتحديد محتاجة لإنه فعلا يكون في اختصاص نفسي، يعني في حاجات بتحتاج لتيم كامل، يعني في بعض الأمراض هي بتحتاج لوجود تيم كامل عشان يقدر يقود الشخص للتعافي. يعني المفروض انه يكون موجود الطبيب، موجود المعالج النفسي، موجود كده، يعني يكون عبارة عن تيم يقود هذا الفرد للتعافي وليس لانه يرجع لي ورا. يعني مفترض يكلم المعالج النفسي او استاذ رشيدة، يعني شخص معالج أيوة نفسي يكون مصاحب للطبيب. ايوة ايوة يكون متخصص في انه هو يوصل الرسالة دي بشكل ما يأثر على نفسية الشخص يعني. تمام. طيب معنا وقتنا رقية من كوسي، ناخذ المكالمة ونرجع بس هنجيب في نفس النقطة دي نواصل بعدها. مرحبا رقية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يسلمك، تسلم يا رب، يعطيك العافية. الله يطرحكم موضوع جميل، والله يتكلم في موضوع جميل. والله أنا بقول لك التعامل من الدساسة مع المريض، وفي تعامل مع الممرضين مع المريض. يعني انا يوم الاحد كنت اخر مستشفى نفسي، يعني بالذات ناس المعامل، انا بقول بلاش ناس المعامل ان شاء الله يكون واحد سامع، يتعاملوا مع المريض تعامل جميل جدا، يعني بيتعاملوا مع ناس كبار السن، والله تعامل غبيش جدا، والله بيتعاملوا معهم في تنتر وفي هرم وفي زعل وشتت ورق. يعني انا شاهدت بعيني، يعني دائما المريض لما يجي يقول ذات من حقنك، لما المريض يجي انا والله لما كنت شغاله في احد المستشفيات يعني كنت محبوبه للمريض، انا كنت محبوبه للمريض، لانه بقول لك بيمر بس انا طبعا لي انا ما زي فلان التحليل، لما تجيبه بقول لك مر فلان يعني شوفي التعامل النفسي ذاتي، يعني بيغرز في المريض التعامل النفسي اضطرابات ودي لي اشياء ثانيه، لكن طبعا ما بتعامل حتى الدكاتره لما يجي في العياده تلقوا المريض قائم، تنزل واحد رافع الى خرج وتنزل واحد رافع راسه وتسلم،
يعني الناس بتشكي. يعني انت قلت انت دكتور جيت خد سلام عليكم للمريض كده بتهيأ نفسه بتكون تمام، يدخل عليك كيف يا ابوي كيف يا امي وكيف يا اختي كيف يا بنتي، يعني انت كده بتتعامل معاه تعامل جميل. لان احنا ناس في الحرب ده انا بتمنى من الناس اللي شفتهم دين يعني دكاتره اليوم ما زي دكاتره الامس، يعني كل شديد بتعامل تعامل يعني الواحد يتزهج ويتنهر في زول كبير يعني. قلت له اضطرابات نفسيه هذه يقول لك ما انا دكتور فلان ده ما بدوره، انا دكتور فلان ده ما ماشي له، لان شنو ما بيتعامل معه تعامل جميل في مرضه. وانا بتمنى من الدكتور رشيد تتكلم لنا الكلام يعني ان شاء الله، وثاني تكون في عادات في البرنامج. جميل جميل، شكرا شكرا رقية. شكرا لك. معنا اقبال برضه من سنار. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا اقبال. زي الحال الله يسلمك. الله يديك العافيه. اول شيء كفاره وسلامتك ان شاء الله يا اقبال. ما تشوف ان شاء الله. يديك العافيه. تسلم يا اخي الله يبارك فيك. الله يديك العافيه يا اخي. الله يسلمك. طبعا احنا من ناس الدين ناس تعبانين شديد ربنا يديك السلامه. وانا معجبه بالبرنامج يعني. الله يديك العافيه يا اخي. معجبه بالبرنامج وانا شيخه طبعا شيخه دوران. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أضعافها أنا الطيبة وبرامجكم والله بجد حلوة، برامج ما شاء الله يعني. الله يديك العافية أخي. وفي في القرآن شفاء لكل الأمراض يا إقبال. الله يديك العافية إن شاء الله. تسلم. الله يديك العافية أخي. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. عايزة بس أسأل من اسمه السكري ده بتاعنا بيرتفع ويرتفع يعني ماشي في ارتفاع ما بينخفض نهائي يعني. باخذ في العلاج. بتاخذ انسولين يا اقبال؟ باخذ في العلاج عندي حبه ببلع حبه قبل الفطور عندي حبوب يعني ادوني لها ادوني لها شهر برضه السكري ده ما ينخفض. طيب تتابعينا سمح العافيه. يا ريت لو تاخذي تلفونك في الكنترول ونحاول نربطك بدكتور محمد زين. ان شاء الله ان شاء الله تقابلي اخصائي ويتم العلاج ان شاء الله تعالى. بس خلي تليفونك عشان نقدر نتواصل معاك يا اقبال ان شاء الله. تسلم ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طيب اخذنا رقي في الاول تكلمت عن التعامل، خصصت كمان قسم معين المختبرات الطبيه قد حالات يعني احنا بنعمم الكلام اكيد يعني معظم الاطباء في المختبرات هم بيعرفوا يتعاملوا، لكن في حالات ممكن ننبهه وكيف الواحد يعني لما يجي مريض عايز يعرف عنده شنو وفي تيست معين او فحص معين المفروض ياخذوه عينه معينه المفروض تتاخذ يعني لما المريض يكون طرح الفراش العينات اللي بيشيلوها الكثيره دي نفسيا بتأزمه يعني حتى غير الالم اللي بيحس به يعني. صحيح نقدر نقول شنو اجابه على السؤال. المواضيع اللي بيمر بها الخطوات الكثيره اللي بيمر بها المريض غير انه هو اصلا جاي وهو عنده افكار معينه بيحملها في راسه يعني عن سواء عن المرض او عن انه ممكن احتماليه ممكن هو يصاب بشنو والكلام ده كله. ده تنظير الناس البره طبعا بيجي شايله معه. أيوة. كل المريض طبعا اكيد موضوع الناس البره دي طبعا الشخص هو اصلا مشكله المجتمع انه في جهل بالمعلومات. صحيح. ونقص يعني نقص في المعلومات وجهل كمان بها ودي اللي بيخليهم يكون ردة فعلهم تجاه الأمراض المعينة بتكون صعبة شديد. يعني أول ما يسمع الشخص مريض بمرض مثلا السكري ردود الأفعال بتاعت الأشخاص هي بتعمل على تدهور حالة المريض يعني ما بتغوده للتعافي وإنما تغوده لأنه هو حالته تدهور. ليه؟ لأنه أصلا الشخص بيكون جهازه العصبي في اللحظات دي هو اصلا بيكون غير مستقر، عنده كميه من حاله القلق والتوتر. ممكن الشخص المجتمع نظره المجتمع للمرض الموجود عنده بالاضافه للتوتر اللي هو بيحمله اصلا في داخله ممكن تؤدي لحدوث لوصوله لمرحله الاكتئاب اللي هي في بعض الاشخاص بيعتبروا انه حياتهم اصبحت يعني هي ما حتستمر لأنه أصبحت اجتماعيا المرض معين مرتبط بالموت. أنا لما أجي أعرف أنه المرض الفلاني أنا بقيت مصابة به يعني أيا كان من الأمراض المزمنة فهي المريض في اللحظة دي بتنهار كل الحياة الأولى اللي هي كان عايشة يعني ديك خلاص حياة انتهت وما في مستقبل. انا يعني زي انه ليه لانه نظرته معلوماته تجاه المرض كانت بسيطه او ما مكتمله ما عنده معرفه بانه المرض ده هو عنده علاج.
ليه؟ لأن المجتمع نفسه عكس له صورة إنه هو أصلا ما عنده علاج. صحيح. إذا نقص المعلومات لدى المجتمع وجهله بالمرض المحدد ده بتعمل عملية سلبية كبيرة جدا جدا وبتأخر من تعافي المريض. طبعا. فدي إشكالية. وبالنسبة للمكالمة برضو اللي قبل كده احنا قلنا يعني موضوع شيخ ومرض نفسي هو احنا حاليا نقدر اوضح انه احنا ما نتكلم عن المرض النفسي، احنا نتكلم عن الامراض عموما، يعني الامراض الجسدية، يعني حتى لو الانفلونزا، يعني حتى لو الزكام النزلة العادية دي. لاحظ انه الانسان ممكن مرات يتأثر بكلام الاخرين او بحالة الاخرين، يعني انا اكون كويسة جدا فجأة اشوف الشخص الثاني بيعطس بيعمل كده، فجأة أنا أحس إن أنا فعلا بقيت مصاب. الناس استجابتهم سريعة، استجابتهم سريعة أيوة للحاجات الموجودة من حولهم. نفس الشيء يعني أنا ممكن أتأثر بكلام الناس التانيين لما يجوا يتكلموا عن حالتي، أنت مالك بقيت كده، مالك بقيت ضعيف كده، ومالك بقيت حل، وأنا أقوم تاني أقعد أقلب في المواضيع وأربط أعراض لأمراض أنا سمعت بها على أساس إن أخذ في بالي إنه أنا أكون مصاب بالمرض الفلاني. فإحنا محتاجين فعلا إنه نثقف نفسنا ونثقف المجتمع، نوعي نفسنا والمجتمع ونملك المعلومات السليمة للأمراض. كما قيل إنه ما من داء ما خلق الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هو يمتحن ويختبر يعني فينا، ولكن يعني سبحان الله هو لا ينتقم مننا. صحيح. تمام.